مرحبا أعزائي المشاهدين، اليوم راح نتكلم عن مهارة تندرج ضمن إحدى المهارات الأساسية بكرة القدم، واللي هي مهارة تنطيط الكرة، وإحنا بشكل عام نسميها مهارة السيطرة على الكرة، وفي اللغة الإنجليزية juggling the ball. إحدى المهارات المنطوية تحت مهارات السيطرة والتحكم بالكرة، واللي تساعد اللاعب في تحكم والسيطرة بالكرة مختلف الاتجاهات، وأيضا تزيد من قدرة اللاعب على التناغم والعلاقة ما بين اللاعب والكرة. طبعا هذه المهارة معظم اللاعبين الصغار واللاعبين المبتدئين يعانون من ضعف في هذه المهارة، وخصوصا كون اللاعبين الصغار يتعاملون مع شيء جديد، والعمليات أو المهارات الحركية اللي عندهم والتوافقية تكون ضعيفة جدا، وهذا الشيء يسبب إلى ضعف هذه المهارة. طبعا هذه المهارة تتطور بالتدريب والممارسة والتكرار، هو الشيء الرئيسي أو الأساسي لتطوير هذه المهارة. بالتأكيد هنالك بعض الأخطاء الشائعة اللي يمارسها اللاعبين ويعطيها المدربين لهذه المهارة، لتدريب هذه المهارة، لتطوير هذه المهارة للاعبين. والهدف من هذا الفيديو هو أنه نشرح النقاط الأساسية والرئيسية اللي تساعد في سرعة اكتساب هذه المهارة. الشائعة اللي يستخدمها المدربين مع اللاعبين الصغار، هو أول خطأ شائع ممكن اللي نشوفه دائما يحدث، وهي حجم الكرة. حجم الكرة لازم يكون متلائم مع الفئة العمرية للطفل. احنا عندنا عدة أنواع، عدة أحجام للكرات، حجم رقم 5، حجم رقم 4، وحجم رقم 3 اللي هو يكون أصغر في مستوى كرة اليد، يعني بحجم كرة اليد، وحجم رقم 2 اللي هو ينباع دائما بالأسواق كرة بشكل كرة صغيرة جدا. حجم الكرة لازم يتناسب مع الفئة العمرية للطفل، لأنه حجم الكرة له علاقة بوزن الكرة، وبالتالي راح يجد صعوبة للطفل في التعامل مع الكرة. دائما اللاعبين الصغار اللي هم بأعمار 6 سنين إلى 8 سنين نستخدم معاهم كرة سايز 3، كرة حجم 3. هذه الكرة تساعدهم انه تكون خفيفة عليهم، ما تسبب لهم إصابات، خصوصا هو عند مستوى القوة ضعيف جدا راح يقدر يتعامل مع الكرة وبشكل سهل. 8 سنين إلى 10 سنين ممكن تستخدم معاهم رقم 4، اللي هم 11 سنة ممكن تستخدم معاهم 4، أندر 12 ممكن تستخدم معاهم كرة حجم 4، و 13 فما فوق ممكن ننتقل إلى كرة رقم 5، لكن كرة رقم 4 لازم تكون ضرورية في التدريبات للاعبين تحت ال 14 سنة. طبعا الفارق بالحجم مو بس بالوزن، ايضا بحجم الكرة. اذا نباوع نلاحظ حجم الكرة راح يكون اكبر للاعب، وبالتالي يضعف او صعوبة في السيطرة على الكرة. الخطأ الشائع الثاني اللي هو تشنج عضلات الجسم للاعب. اللاعبين الصغار دائما من يلعبون شيء جديد او يقومون باداء حركة جديدة، تلقي دائما عضلات الأطراف العليا، اليدين، الذراعين، الأكتاف، البطن والظهر والرقبة، العضلات كلها متشنجة ومتصلبة الجسم، وبالتالي من راح يرمي الكرة أو يحاول يرفعها راح تصير عنده بذل طاقة أكبر من اللازم، فراح تروح يؤدي إلى ذهاب الكرة بعيدة عن الجسم، وبالتالي فشل في مهارة السيطرة. فإحنا دائما ننصح أنه تكون الأطراف وعضلات الجسم مرتخية،
وبشكل سلس وتركيز على العضلات العاملة فقط. هذه تجي بالتكرار والممارسة أيضا وبعمليات التصحيح. خلينا نلاحظ كيف تخي العضلات وسلس، وأنا بحكي معاكم وأنا أسيطر وأتكلم معاكم، ومن الممكن أن أخذ يعني تطبعون عضلات جسمي التخية خلينا انه نسيطر فقط على العضلات العاملة ونبذل طاقة مناسبة لعملية. الخطأ الشائع الثالث انه انت تريد توصل الى نتائج مقبولة بفترة زمنية قصيرة جدا، يعني انت ممكن خلال اسبوع كامل انت توصل الى افضل النتائج، لكن في يوم ويومين وانت لاعب مبتدئ وبسيط ما راح تقدر توصل الى نتائج سريعة جدا. فدائماً خليك تكتشف الصح والخطأ عن طريق التكرار والممارسة ووقت. الخطأ الشائع الآخر اللي هو في معظم الأحيان نشاهده هو عدم استخدام الطرق المناسبة والمنهجية. المنهجية يعني خطوة بعد خطوة، تدرج في الصعوبة من الخطوة 1 إلى الخطوة 10، أو من درجة صعوبة 1 إلى درجة صعوبة 10 في التدريبات للوصول إلى مهارة السيطرة. وهذا الشيء راح نشرحه اليوم، تعالوا يعني خلينا نشوف. وفق منهجية التدريب هذه المهارة البسيطة، احنا نستخدم الطرق السهلة من السهل إلى الصعب تدريجيا ومن البسيط إلى المعقد. راح نستخدم أول تمرين بسيط جدا للاعبين الصغار، نستخدم اليدين والذراعين، ننمي التوافق وايضا ننمي هذه المهارة. اول تمرين ممكن ان نطور بها مهارة التنطيط، تنطيط الكرة، نستخدم الذراعين ونحاول نسوي تنطيط بمرة واحدة نستخدم جميع اطراف او اجزاء الجسم، مرة بالقدمين، مرة بداخل القدم يمين ويسار، مرة بالرأس، مرة بالكتف اليمين واليسار، مرة بالصدر، مرة بالرأس من الأعلى، مرة من الجبين، ومرة بالفخذ اليمين، مرة بالفخذ اليسار، وإلى آخر. خطوة رقم 2 راح نزيد الصعوبة بالتمرين، يعني راح نروح إلى ستيب 2 في درجة الصعوبة. كنا نقوم في عدة واحدة، اليوم مساء راح نقوم بعدتين، أي تكرار، يعني من نشتغل على الجانب الأيمن 1 2. هنا أنا الطفل راح يقوم بعمليات التكرار 1 2، نقدر نطيها بها وقت ونقدر ما نطيها بها وقت 2، نقدر نشتغل هنا 1، نقدر نشتغل هنا بشكل مرتاح 1 2. أيضا نقدر ممكن نشتغل مع الرأس بعدتين 1 2، أيضا ممكن نشتغل مع جزئين من الجسم، يعني مرة يمين يسار 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 يمين، ممكن نشتغل في جزئين من الجسم في وقت واحد، يمين يسار أو يسار يمين، رأس فخذ فخذ رأس، صدر رجل. استخدم عدة أجزاء من الجسم من أجل أنه أنمي التوافق للاعب ما بين العينين وأطراف الجسم المختلفة، ويصير عنده حس وشعور بالمكان والزمان، مكان الكرة والزمان بالتعامل مع الأداة. الخطوة المنهجية رقم 3، هنا أنا راح أزيد الصعوبة، راح أتعامل مع بيئة مجاورة، راح أستخدم
مثل ما تشاهدون الحائط أمامي، راح استخدم الحائط كعامل مساعد لتطوير مهارة التنطيط. راح استخدم، ممكن استخدم بالإيد خلي اللاعب يحس بطبة الكرة، وبعد الإيد يحس بالكرة، يحس بوزن الكرة ويحس بارتداد الكرة. شلون؟ راح نرمي بإيدنا، نرمي بإيدنا ونخلي الكرة قدامه يرمي بإيده، بعدين نشتغل نزيد صعوبة نفس التمرين، نزيد صعوبة بالعمل المباشر مع الحائط. كيف يكون العمل المباشر مع الحائط؟ يعني نطي ونسكر، نطي للحائط ونسكر، نطي للحائط ونسكر. نستخدم أكثر من جزء. ممكن إحنا نحدد اللاعب نقول له فخذ قدم، أو قدم فخذ، قدم راس، قدم صدر، وإلى آخره. استخدم أكثر من جانب. وأيضا لا تنسى ضمن المنهجية أنه تستخدم دائما خلي عندك يشتغل الجانب الأيمن والجانب الأيسر بشكل متوازي، خصوصا مع اللاعبين المستويات أو المبتدئين اللي هم بأعمار بسيطة جدا. هنا راح تخلق لاعب كرييتيف، راح يقدر يتعامل بالطرفين، بالجانبين، الجانب الأيسر والجانب الأيمن بشكل متناسق وسهل. خلينا نشوف بعض التمرين. ارجع معاكم الى الخطوة اللي هي كلش مهمة، واللي هي رفع الكرة من الارض. كل اللاعبين من اجل ان يقومون بعملية التنطيط في الكرة، يسوون جاكلينج في الكرة، راح يحتاجون الى ان يرفعون الكرة من الارض. منهجية رقم واحد مثل ما ذكرناها سابقا، انه تبدي بمساعدة اليدين، بمساعدة احد الاصدقاء، وبعد ذلك تحاول انه ترفع الكرة من الارض. رفع الكرة من الارض طبعا يحتاج الى النقطة رقم 2 اللي ذكرناها، اللي هي يجب ان تكون اطراف الجسم مرتخية. راح تخلي الكرة امامك، وهنالك بعض الملاحظات الفنية اللي ممكن تستخدمها من اجل انه ترفع الكرة بشكل بسيط. أول شيء إنه تكون الكرة أمامك، تسحبها بشكل مستقيم باتجاه الجسم وباتجاه القدم اللي تريد تستخدمها ترفع بها الكرة. بعد ما تقوم بهذه الخطوة راح تسحب قدمك وتخليها تحت الكرة من المشط، يكون خلف الكرة، وبالتالي راح تصعد الكرة. يحتاج بعد أن تصعد الكرة إنه تعطيها قوة بسيطة إلى الأعلى لترتفع قليلاً، وبالتالي راح تقوم بعملية السيطرة اللي طيناها بالمنهجية رقم واحد. خلي نشوف، راح تسحب، تلزمها، راح تسحب بشكل عدل، تأخذها للأمام. مرة ثانية راح تسحب بشكل عدل، تدلك تحت الكرة وتسحب إلى الأمام وبشكل دائماً خلي الطرفين يشتغل، مرة اليمين ومرة اليسار، وبالتالي هنا راح تقوم بعملية التنطيط بشكل سلس وسهل. أرجع وأقول ملاحظة أخيرة: Repetition is the mother of learning. التكرار هو أم أو محور التعلم، فلازم انه نكرر اكثر ونعطي وقت اكثر ونهتم اكثر، وبالتالي من خلال الوقت والتمرين خطوة مرة بعد مرة راح نكون نصير افضل. شكرا جزيلا.